تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من السيد ليسيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافوره أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله